صلاح ما صرحش في الكاتب غير في ثلاث اوقات. الصلح بين الناس في الحرب، الزوج يكذب على زوجه والزوجه تكذب على زوجها. للمصلح بين الناس، سين وصلح الكريم مع بعض ولا مكلم الاثنين. قعدت مع سين دي مفتريه ودي مش عارفه ايه وبتاع ودي اخلاقها وانا بقولها بنصحك بقول لك خلي بالك منها دي تعبانه دي مش عارفه ايه وكلام كده وبتاع. وعلى فكره شفتيها وانا انا اللي بقول لها كده. طب في امانه الحديث امانه المجلس وحتى معايا لازم اقولها اولا ايوه تاخدي مسؤوليه وتكون متفقين مع بعض ان واحده تقول لك كفايه روح قوليها للثانيه اصل انا ما بتكلمهاش قولي لها وانا مالي قولي لها ما تدخلش في الحاجات دي اللي انت عاوزاها قوليه لها او شوفي لك حد ثاني يعني دكتوره سوزان اصل مش جزء الاصلاح من الناس عارفه يعني ايه اصلاح من الناس بتقول لك هاتي الفلوس اللي خدتها دي هي اللي هي خدتها مني ومش عارفه ايه وبتاع وبتاع عارفه روح قوليها ايه؟ يا كنت عندها طبعا طبعا قالت فيا ما قال ملك في الخمر مش كده؟ قالت انت ما بتعرفش انت قالت عليك ايه؟ انت مش عارفه إيه انت بالنسبه لها ايه؟ وقد ايه هي صعبانه عليها؟ هي صعبانه عليها دي على تقول كنت 60 لا هي هي ومعرفتها وجاتها واخواتها وراح هروح اقول لها كده؟ لا اقول لها انت مش عارفه هي كده محاوله للايه؟ لكن لنقل ها؟ دي اسمها نميمه تخرب بيوت وارجوك وحكايه الزوج والزوج عارفين فوق الحكم من ايه وحكم من ايه طبعا انت فاكر اخويا مرتب متخانقين وعايزين يطلقوا اخويا يقول لي ايه دي مهمله ودي مش عارفه ايه اوكي هي كانت تكون كفره بصي بقى يا اخويا طول عمره متدلع وكان عارف يتعيش معاه كده ومش راضي لا ده انا هروح اقول لها ايه بقى وده فضل على الرسول صلى الله عليه وسلم هروح اقول لها انا مش جاي اكلمك علشان اصالح بنت ولا حاجه بس انا بس جاي اقول لك يعني نفسي تشوفي منظره عامل ازاي وصعبان عليه ازاي العلاقه اللي كانت بينكم والحب اللي كان بينكم ان يكون زي كده في موقف او مكان كده ومش اول ما ابتدي اقول لها ايه اصل انت ما بتنظفيش البيت وانت مش عارفه مهمه في العيال لا 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 ده بيقول عليك بيقول لازم نقول الحاجات الحلوه في الاول انا ما بدخلش في حاجات شخصيه كده بس انا دخلت عشان انا عارفه انت ايه وعارفه هو ايه وعارفه مدى غلاوتك عنه وانا شكوى فيها الدكتور سليمان وقال لي وقال لها انت روح شوفي عاوزه ايه عشان اطلعها ما اقولش الكلام ده يبقى كده تخربي البيت فممكن اكتب في الاوقات دي ممكن اكتب والصلح بينهم ممكن الصلح بينهم في حاجه اسمها ايه؟ مونتاج عارفه ليه مونتاج؟ يعني كلام حد يقول الكلام دي مش كل حاجه في مجال تقطعي من هنا تقطعي من هنا وتكمليش فيه مش كل حاجه اقول وكل ما تشوفني تقولي جوه خطيب ده مش ناوي يتجوز بقى ومش ناوي يجيب اللي عليه ومش ناوي مش عارفه ايه وبتاع مش هجيب النجم بقى خليها تخلص من الجوازه دي مش معلم بيها ده ربنا فانت اخبارها ايه؟ جبت سيرتي؟ طبعا جبت سيرتي قالت عليا ايه؟ ابدا يعني الجوازه اللي معلم بيها ده ربنا دي يعني سيدنا قال لي ربنا قال لي ايه؟ قلت له هو كان يطول بكرك فبتقول يعني هو انت كنت بتقول واحده زي طيب انا ما بهزرش خلي بالك وارجوكوا في العميق الكلام دي مش كل حاجه ايه تتنيك مش ضغط زي ما كان وقلنا الراجل اللي هو بقى الراجل اللي يكذب على زوجته والزوجه تكذب على جوزها تكذب عليه ليه؟ ليه؟ وهي تكذب عليه ليه؟ تكذب عليه حرصا على رضاه وهو يكذب عليها حرصا على رضاه يعني مثلا هي صبره هو يجوز يقول لها ايه؟ طبعا انت نفسك تتجوز واحده بيضة ابدا ما يجيبنيش البيض ابدا. البياض دي زي ما يكون عندها انيميا وبتاع. هي شعرها اتقدمت. بعد ما تلبس فيه ما بحبش شعر الناس ده ما بحبوش. انا حد بيحب الحاجات دي طبعا الكلام ده. فيجوز يعمل يقول كده حزب عليها هو تخم كده يا دكتوره سوزان تعالي بصي اشتريت ايه عشان الساحل. تخم كده وجايب لي تيشيرت مقلم بالعرض اسود ابيض زي عصام القناع الاسود. ايه اللي انت جايبه ده؟ ايه ده؟ انت هتلبس ده؟ يا دي الفضاء هيضحكوا عليك تحت الناس عليك؟ لا هو خلاص جابه وفرحان بيه. خلاص ايه رايك بقى يا اختي عليك وعلى جميع ايه كمان ده انت كده هتقفل الساحل. وعرفنا ثلاث احوال اللي اباح الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. النقطه الثانيه احنا هنعود ولادنا ان احنا اوعى تكذب. حتى لو جبت النمره ديكتيشن لا
وهو خدمه في مكان ثاني. وطبعا عشان انت ايه؟ من مهمه مخيم وريني جبت كام؟ وريني مش عارفه ايه؟ طبعا بتصيبه سودا. علمي ابنك كده. انت ما تكذبش. يتعرض يتغير الموضوع. اقول لك حاجه صغننه قد كده. ازاي تعرفي الكذاب؟ حاجه صغيره قد كده. وقف القران. الكذاب يحيي. يحيي السكين. والقران قايل ولا تطع كل حلاف. اللي بيحلف كتير قوي ده اعرف انه بيكذب. مش لازم يكون بيكذب في اللي بيقولوا له. لا هو متعود على بايه؟ على الكذب. رحمه امي ما عملتها وحياه ربنا. طب مش عارف اعدم مين؟ طب ما اعرفش ان الشيء المسكين اللي محطوطه في ايديه. هو العظيم يا مش عارف يمسح يمسح طالعينها من جيبك. معرفش ليه جت ازاي؟ واحمد ابويا ليه؟ والمصحف الكبير والصعب والظاهر. عودي نفسك وعودي ولادك اياكي تحليلي. دكتور حسام بتقول لي يا دكتور حسام بقى انت رحتي ولا ما رحتيش؟ لا ما رحتش. طب حلفت ولا لا؟ طب انا ما بحلفش. تبقي كذابه ولا تبقي قريب في الاكل؟ عودوا الناس ان الكلمه تطلع من بقك ايه؟ صدق يا اما ما ايه؟ تطلع. فابنك لو حسيت ان هو كذب مره وكلام كده حبيبي لما السمك يتربع على الارض ما تكذبش. اسكت. او غير الموضوع. او قول انا اسف. لكن تكذب لا، لان المؤمن ما ايه؟ ما يكذبش.